خبرني هالمرة فت على مطار بيروت كمان خلصة؟ لا فت مرتين بهول جمعتين، هي تاني مرة بجي على لبنان. وكانت نظريتي لكيف أنا بشوف لبنان بعتقد مزبوطة، أنه نحن دولة نوعاً ما منفتحة بغض النظر عن الـ عن الـ 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 الناس اللي أخدين المناصب اللي بتقدر تعمل شغلها بطريقة غلط أو صح. بس لبنان أنا برجع بقول أنه لبنان بلد الحريات، وهالمرة بقولها بثقة أكتر. أنت أول زوج مثلي بتطل على شاشة عربية بهالطريقة ببرنامج أنت وخافيير، بدي أقول خافيير مش خافيير هيك. سؤالي هو، كنت خايف أنه بعد عرض الحلقة كمان توجه معوقات بالمطار، وأنه حدا يكون عمل لك شيء، حطت لك اسمك، يأذيك، يزلك؟ مش بسبب أني مثلي أو بسبب أني جاي، لا مش بهذا. أنا كنت خايف أنه حدا مثلاً من عائلتي يكون حابب يأذيني بطريقة يعني يلفق شيء تاني كرمالي يأذيني أو كرمالي يعكر لي مزاجي. يلفق درس بس كرمالي. حدا من عائلتك مثل مين؟ حدا من عائلتي مثل مين؟ أهلي بيك؟ مثلاً بس حكيته لبيك؟ لا أبداً. حكيك هو؟ لا. أمك؟ أمي كانت بالعكس، يعني حتى أنا قلت لها أنه بفضل ما تردي على العالم. هي كانت عم الناس اللي عم تكتب كومنتس على فيسبوك وعلى إنستغرام عم ترد عليهم وتقلهم عم تدافع عني، بس أنا كنت أفضل أنه ما يعني أنا بعتقد الحلقة هي كانت بتدافع عن خليني لك أنه كان في كتير ردود قاسية أثناء عرض الحلقة ووعيد علينا وعليك، يعني على البرنامج وعليك أنت. يعني في ناس قالوا، بعتقد أنه أحد الصحفيين كتب قال في حفلة لواط على الجديد، بعدين ما كان أدى، ما كان عنده بالإنجليزي he didn't have the balls يضل على رأيه، قال أنه تهكر حسابي. صح. يعني كمان أنه سخيفة أنه اكتب رأيك أو فاخر برأيك وجاهر برأيك أو ما تكتبه من الأساس، خليك رجال أبضاي أو ما تكتب مثل الولاد الصغار. في ناس كتير قالوا أنه هيدي مساحة للفسق والفجور. في ناس كتير يلي بيدافعوا عن حقوق المثليين والمثليات الـ LGBTI كمان قالوا انه اتهموني لقلي هالمرة، قالوا انه بأسئلة كتير كنت كتير ناس علي وانت عندك رهاب من الرهاب المثلي وما كنت لازم تقسى على نيكولا. ما قدرنا نرضي ولا طرف. أكيد أكيد. هو بدي اقلك انه نحن منبر مش كرمال نرضي اطراف، هو انه نضوي على شخصية مثل حضرتك عنده الجرأة يطلع جهارا ويقول انا هيك، وهيدا اللي عملته. صحيح. حضرتك شو أقسى النقد توجه لك نيكولا بعد أنا هيك؟ أنت بتعتقد من بعد أنا اللي حكيته بالحلقة أنه معقول في شيء نقد أقسى من اللي أصلاً توجه لي؟ أنا بالعكس بالنسبة لي كانت مثل الناس اللي كتير عايشت بالسر وعايشت بالظل، إذا بدنا نقول بالعتمة، بالعتمة الضو بيشفيها. أنا تعلمت أنه بس تطلع قصتك على الضو انت بتشفى، وهذا المهم. انت مش مهم الناس شو بدها تقول، لانه انت اصلا سمعت كتير وشفت كل اللي بدك، شو ما رح تشوف اسوأ. شو اسوأ نقد على فيسبوك فرضا غير هودي الجماعه اللي بيقول لك يا لوطي يا طنطو يا جيو يا يا يا، يعني هودي القصص؟ ما شفت نقد سيء. اين انه اللي بيقول لي انه مين بده يحبل انت او هو، انه بتضحكوني. شو بترد اذا قال لك مين بده يحبل انت او ما؟ يا ريت انا فيني احبل انه لا اكيد ما فيي، بس انه انا بتمنى يكون عندي هيدي جمله يا ريت لو فيك تحبل، كارثه بالعرض. انت قلت لي نشان الرسائل يلي وصلتك انت وخافيير بيعملوا كتاب، شو يعني؟ انا بلشت اجمع الرسائل اللي وصلت لي على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تويتر. اذا بقول لك مثلا 5000 مسج بكون ما عم كون دقيق، اكيد اكثر. ناس يمكن نحن، انا كمان عالجت حالي بهيدي المقابله، بس كمان في كتير ناس. كيف يعني غير عالجت حالك؟ يعني مثل ما قلت لك، يعني انا لما اطلع واقول انا هيك، هيدا بحد ذاته علاج لإلي، هيدا بحد دبو. ذاته ساعد حالي انه اشفى من الاشياء اللي حكيت فيها، من التنمر والاشياء اللي صارت معي بالماضي. بس كمان في ناس تغيرت حياتها، في ناس حست انه انا مزبوط عايش بالعتمه وعايش وعم واجه نفس الشيء، والكلمات عم بسمعها اللي عم يقولها نيكولا، بس انا يمكن في عندي امل اعمل مثل ما عمل نيكولا، في عندي امل انه اطلع للضوء، في عندي امل انه حب حالي مثل ما هو وصل. بس نيكولا انت قلت شيء جذري بالحلقه اساسي، قلت فيما لو كنت عايش بلبنان او بدوله عربيه ما كنت رح تتحلى بالجراه نفسها يلي عندك اياها اثر اقامتك في اسبانيا.
وقلت لي عندك دولة بتحميك وبتساعدك وراك اللي هي اسبانيا دولة أوروبية. يعني أكيد أنا بفهم كمان المثليين اللي عايشين بلبنان إنه بضل في ليميت بمحل معين، بضل في حدود ما فيهم يتخطوها، لأنه مش محظورات من الدولة ولا من القانون ولا من المجتمع، من المتفلتين من القانون. برجع بقوله يعني مسؤول ما بفكر مثلك بيقدر يستعمل سلطته لحتى يمشي بعكس القانون، لحتى يأذيك أو لحتى يهينك أو لحتى يطلع فيك. أنا صراحة بدي نقول خبرتي مثل ما صارت، ما حدا توجه لي بولا كلمة غلط، بالعكس شفت محبة من العالم، شفت عائلة جديدة لإلي من كل الناس اللي بتحبني وتدعمني مثل ما أنا. وشفت يعني أنا الجمعة الماضية طلعت على الأرز، طلعت على بعلبك، طلعت على عنجر، في ناس وقفوني وتصبروا معي وقالوا نحن منحبك مثل ما أنت. وأنا كنت خيفان لأنه بس نبعد عن بيروت عطول خيفان من شو؟ من ردة الفعل، لأنه أنت لما تبعد عن المدينة، لما تبعد عن المدينة بكل دول بالعالم، بس تبعد عن العاصمة ببلش في شوية عقليات فيها تكون شوي محافظة. فأنا لما حدا يقول لي في صبية بالأرز ببشري، قالت لي أنت أنا بعرفك، قلت له أنا لا لا، قلت لهم لا كان معي ناس إسبان، قلت لهم خلونا نفل، قلت لي أنا بعرفك أنت نيكولا، قلت له لا أنا. بعدين عزموني وعملوا لي اسمي على خشبة مع أرزة لبنان وهدوني، قال لي اسمح لي أهديك الوحدة، في كتير ناس فيك تكون فنان وفيك تكون وفيك تكون كل شيء، بس مش كل الناس طيبة مثلك. وأنا بالنسبة لي انبسطت، كان هذا الشعور إنه في ناس بجربت تأذي بس في كتير ناس محبة بلبنان وفي كتير ناس بتتقبل وبتتقبلك مثل ما أنت. الفكرة هي أنت تصلحت مع فكرة إنه بعض الناس تتقبلك بس بعض الناس ترفضك، يعني رح تضل المنظومة هيك. مش مشكل بكل دول العالم، في انا مش هون قصتي، بكل دول العالم حتى باسبانيا لما تطلع على الضيع بالجبل في ناس بعدها ما بتتقبل، في ناس بعدها عايشه بالخزانه، بس القانون بيحميهم. اذا شنهار اهلهم عرفوا عنهم ما فيهم اهلهم ياذوهم، اذا شنهار حدا على الطريق تعرض لهم ما فيه يقدر يتعرض لهم او بيقدر يتعرض لهم بس بتكلفه كتير غالي، لانه القانون بيحميهم. انا اللي بدي ارجع طالب فيه وشدد عليه، نحن بحاجة للقانون اللي بيجرم المثلية، نحن بحاجة لحتى نوضحه. هو قانون مش ضد المثلية، هو معهم، بس نحن بحاجة لنوضحه لحتى ما نخلي فراغات بقلبه يقدر يستعملوها قضاة أو ناس محافظين يقدروا يأذوا واصلين. أنت كان عندك تخوف أنه حدا من عائلتك أبوك أو غير يتفق مع حدا نافذ ويقول أنه علمه هاللوطي درس. تجد تستعمل الكلمة عم بحكي كوتيشن النوايا المبيتة. أكيد هيك بتنحكى هي بينات، لأنه هن بالنسبة لقلهم أنه حدا فيهم يقدروا عليه بيباصي، بس أنا لا، ما بعتقد أنه كثير ناس كتبوا لي لما أنا سافرت على لبنان، كتبوا لي بليز نيكولا انتبه، بليز انتبه، بليز ما تروح، أنت أهبل عم تروح، قالوا لي طلب النشرة قبل ما تروح. خطاب الكراهية ممكن تؤدي لفعل فنين علي شنيع. قالوا لي عن جد قد قلبك قوي، قلت لهم بدي روح وشو ما بده يصير، بالنهاية القانون اللبناني واضح، فيه حدا يجرب يعني يتساءل علي. نيكولا ما حدا حب يصالحك على بيك؟ ما بعرف إذا كلمة صالحك، بعتذر، مش يصالحك، يقربك أو هل هي يصالحك؟ لا، يجمعك بأبوك؟ ما حدا جربه، أنا ما بدي يعني صراحة. أنا بالنهاية هو بيي وبحبه كتير. خيي فرضا مات الزلمة، شو وقت عامل؟ فكر فيها على طول، بس بالنهاية ركز معي. أنا ميت أبوك شو بتعمل؟ أنا بالنهاية بالنسبة لي أنا خياراتي وحياتي أبدا من كل شيء. فرضا ميت أبوك، تلفن لك قالوا نيكولا، بزعل، حزعل أكيد، يعني مثل ما حيال حدا بيزعل. إذا رح توقف بالعزاء بالدفن؟ عم تسألني أسئلة أنا ما عندي جوابات عليها عن جد. يعني ما عندك ولا ما بدك يكون عندك؟ لا، بفكر فيها، او بفكر مش ضروري بيي، بفكر انه اذا اضطريت او صار حيلا شغلي بعائلتي شيء سيء او وفات او انه انا شو وين موقفي شو بعمل؟ شو بتعمل؟ بطلع وباخذ معي 2 بودي جارد مثلا. لكن عندك تخوف كمان مش بس من ابوك يلي ساعتها رح يكون. انا من جنوب، من 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 الاسره، انا من ابن ضيعه. وخليني اقول لك انه بضيعتي صار في كتير ناس كمان دفعت عني،
مش كل الناس كانت ضد. وخليني أقول لك معلومة كتير مهمة. نعم. حكيوني حدا على تويتر تلميذة مدرسة بتعلم من ضيعت بتعلم بمدرسة القريبة، قالت لي إنه الأستاذ أعطانا دفوار إنه نفتش من وراء الحلقة، نفتش شو يعني جاي وليه وكيف بدنا نتقبل. وقالت لي فيني أسألك كم سؤال قبل. أنا هون حسيت بأهمية اللي عملته كمان، لأنه الحلقة اللي عملناها خلقت نقاش بالمدرسة وبالجامعات، لأنه كتير بعثوا لي مساجات إنه تاني يوم الحلقة كانت كل الجامعات بلبنان عم تحكي بالموضوع، تلاميذ وأساتذة، وهيدا النقاش بيفتح كتير بوابات لحتى الناس تنفتح، وهيدا النقاش التلاميذ أكيد بياخدوه معهم على بيتهم وبيحكوا مع أهلهم فيه، وهيدا بيفتح شبابيك براس الأهل وبيخلي الناس تصير أسهل وأكثر قابلية إنه تتقبل. والهيبوكريسي بتصير لما بيوصلوا ناس بدهم يعطوا رأيهم بالحلقة، بقول لك أستاذ نشان ما كان لازم تضوي على هذا الموضوع، لأنه هذا ينافي الأخلاقيات وينافي الدين وكل واحد عنده معتقده، نحن مش هون لنصوب مين يؤمن بشو أو بكيف. فجأة بتكتشف إنه ابنه مثلي أو هو، فبتطلع هيك بتقول أستاذ اوكي يو ريلي هاف ان ايشو، عندك مشكلة. اول شيء شوف حواليك شوف بطلع او طلع بمرايتك اول شيء قبل بدك تقلي شغلي. انا بدي اختم. الناس اللي بتهاجم كتير رهاب المثلية، الناس اللي بتهاجم الجايز هن باغلبهم عندهم شيء دفين بقلبه، وكل مرة حدا بيرجع بيثبت لي هيدي النظرية. يعني نحن مش عاملين أبحاث، ما فينا نتبنى كلامك بشكل هيك جزافا. أغنية سهر سهر نزلت بفيديو كليب، وعم بتحضر أنت كليب جديد بس بتقول صادم. شو يعني صادم؟ يعني رح يعمل شوق. أنا ما بقول صادم بس هو رح يكون صادم. شو رح تعمل؟ أنا بالنسبة لي عادي. عم حضر ثلاث أغاني جديد من بعد سهر سهر. سهر سهر كان في اربع صبايا عم يرقصوا معي، لحتى اقول انه كمان نحن فينا نرقص مع اربع صبايا، ما بينقص اذا انا جاي، ما بينقص من حبي انه شوف اربع صبايا عم يرقصوا كمان. بس شو الفكره الجديده اللي شاكر؟ الفكره الجديده انه رح يكون في لوف ستوري، يعني قصه حب بين شابين. مش جديده، هي كتير قديمه بيوروب وبالعالم، بس عندنا جديده. ورح تعرضوا بالعالم العربي يوتيوب لكل العالم. رح تعرضوا. ونقيت الكاس تبعك، يعني نقي لانه هودي الشباب اللي رح تنقيهم اذا كانوا من جنسيه عربيه لبنانيه، هودي كمان رح يطلع عليهم. لا ما رح يكون من جنسيه عربيه. انت ليش عم تعمل هيك؟ بدك تكرس اي فكره، بدك تستفز الناس، بدك تكرس هالصوره. يعني انا ما بدي ضلني اشوف على طول، يعني كل الفنانين معهم بنت، انه من اول ما بلشت قصه الفيديو كليبات عم نشوف ذات شيء. انا بدي انه نقول انه فينا نشوف شابين عم يحبوا بعضهم. بس كمان على طول طريقه عرض الفكره هي مهمه. يعني انا كمان حتى بيوروب منا، يعني ما فيك تخدش حياة العالم صح بشيء بشعه. صح. إذا بتعرض فكرتك بطريقة حلوة وإستيتيك بتوصل بطريقة